بالنسبة لروسيا هي الشريك الأول بقتل الأطفال والتهجير العوائل وتدمير البنية التحتية. أنا نفسي أسأل سؤال بس للرئيس بوتين، الرئيس الروسي، يا هل ترى هو وصي على الشعب السوري؟ شو له حق بسوريا؟ هو سؤال. شو له حق؟ احنا هون عايشين في بلدنا وعلى أرضنا، هو شو له حق عندنا تهيجي يتدخل بشعبنا وبأهلنا وببلدنا؟ التدخل الروسي في سوريا هو السبب الرئيسي لتهجير العائلات السورية وتدمير البنية التحتية، طيران وقتل الأطفال السوريين. روسيا هي من تقتل أطفال سوريا. روسيا تخدع المجتمع الدولي وتقتل السوريين. روسيا المساهم الأكبر في تدمير سوريا، المساهم الأكبر في قتل أطفالنا الذين لا ذنب لهم إلا أنهم سوريين، والتي تدعي أنها تقاتل الإرهاب. روسيا هم الإرهاب بعينه. روسيا قتلت أطفالنا، دمرت منازلنا، هجرت أهالينا. روسيا هجرت أصحاب المنازل، أصحاب الأرض لمخططاتها، لمصالحها. روسيا إرهابية بمعنى الكلمة. روسيا المجرم الأكبر، المجرم الأكبر الذي دمر سوريا ودمر أهل سوريا. روسيا قتلت أطفالنا. روسيا هي أساس الإرهاب.